احنا كده دخلنا من البوابة الرئيسية لمشروع دار مصر بمدينة الشروق، ودي أول صينية هتقابلنا. يعني في تقريبا 3 بوابات هنا، مشروع فخم جدا. ده دار مصر مدينة الشروق مركز المدينة زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة كده على أعلى مستوى. الطرق وباركنج عربيات كده بين كل عمارة والأخرى، وفي كذا تصميم زي ما انتوا شايفين كده. مشروع دار مصر مدينة الشروق، ده أول مسجد هنا، مسجد الرحمن الرحيم. يعني حاجة محترمة حتى لو تلاحظوا كده، مطبات بين كل كده. داخلين على البوابة التانية اهي، دي بوابة رقم 3. لو رجعنا لفينا كده كومباوند محترم جدا. تصميم مميز، الشقة هنا 140 متر و160 متر زي ما حضراتكم شايفين. يعني بيتميز بالكومباوند دار مصر هنا، أمن على أعلى مستوى وبوابات، أنت عايش هنا في أمن وأمان. بتتكلم جناين، بتتكلم طرق محترمة. ده من أفضل الكومباوندات هنا في مدينة الشروق. كومباوند دار مصر مدينة الشروق، حاجة كده محترمة. والشقق كلها متشطبة سوبر لوكس. في أسواق، يعني ده كده سنتر صغير، سنتر صغير كده في جميع الطلبات اللي انت ممكن تطلبها، من سوبر ماركت لصيدلية لخضار دواجن، كل حاجة انت عاوزها علشان ما تخرجش بره الكومباوند. يعني سنتر ومستشفى ومسجد. فأظن اللي يسكن في الكومباوند دار مصر في الشروق مش عاوز حاجة تانية. كل بين كل شارع والتاني العمارات لوحة كده بالأرقام، العمارات من كذا لكذا ونظام وترتيب، حاجة محترمة الصراحة يعني. بس يعني ده كان جولة كده سريعة لمدينة الشروق، مشروع دار مصر. ده أول مشروع هنا لدار مصر في مدينة الشروق.
متنسوناش بقى تشتركوا في الصفحة وتدعمونا بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.